صباحكم الله بالخير، صباح الأنوار والسرور. اليوم رحلتنا إلى وادي عباية بالقريات. جمعنا بعض المعلومات عن الوادي وإن شاء الله منطلقين حتى نشوف جمالية هذا الوادي. يلا معنا. يا سلام، جمال عباية حلوة عباتش، يمن العباية حلوة عباتش، جمالك يا زين صفاتش، زين صفاتش. هلا هيك تقريبا رح ننتهي من المزارع، ما زال الفلج مستمر بعد تقريبا ثلث ساعة من بداية المسار. الله الحماض، يا سلام. روعة. هيك بنكون قطعنا تقريبا 2 كيلو او 2.5، تمام، ووصلنا الى منطقة بلش الوادي يصير ضيق فيها. نحن مكملين لنشوف شو في قدام، اذا في برك مائية حتى نشوف بطن الوادي. وهي كمان ما شاء الله الحماض، سبحان الله مطيبة. انا اليوم محظوظ.
يا سلام يا سلام، ما أجمل هالمنظر! أحلى شعور عندي لما بيخلص المسار مهما كان طويل وصعب، ويكون نهايته في بركة ماي للسباحة أو شلال. يا عين، شوفوا لي هالمنظر، ما أحلى أشوفه! شوفوا لي هالمنظر، ما أحلى! سبحان الله، شوفوا بركة ماي عميقة وقمم جبال عالي. يا عين، هون السبحة عالمية، صحيح بتكون باردة تلج، لكن ما تتفوت.